بعضنا في الدوسي وقت اللي ينوب عليه ربي ويتزاد له بيبي في العائلة يزيدوه 7 دينارات في شهرية. يزيدوه 7 دينارات في شهرية زوز تاع زوز كيسان سترونات هو ومرته باش يوسعوا بينهم وكاو. زعما مسيو؟ شو عم بيهم 7 دينارات؟ المواطن التونسي هو في حاجة 7 دينارات تحكي فارغ يصرف فيهم كل يوم يصرف أكثر منهم، المواطن التونسي شهريته 500 دينار يصرف في مليون. شو تعمل له 700 دينار؟ كيف؟ موظف مسيو؟ موظف إيه. زادوك 7000؟ أنا بريفي مانيش موظف في الليتاتيك وما زادوني 7000 وحتى كان يزيدوني 7000 تو نتبرع بهم كيف يا أخي. شنو نجموا يشريوا مسيو؟ 7000 ساندويتش. ساندويتش ولا؟ مرة في الشهر. ساندويتش؟ أي مرة في الشهر بيان سور. 7 دينار شنو باش يعمل بهم معناها حتى شيء ما حليب؟ لا حدا باكو حليب من الفارماسي ما يجيبوش معناها. اي حتى فوالا قالت لك سوسيت 12 دينار دونك لا يجيبوا لا حليب لا يجيبوا لا سوسيت لا حتى شيء معناها يظهر لي منظومه قديمه برشا ولازم يكون تح فوالا يصير الطحين نتاعها دونك فوالا دونك 7 دينارات في شهريه. اي 7 دينارات في شهريه شنو تحب يقول لك حتى شيء 7 دينار يحطهم في الشقاقه الولد وكا حتى شيء خبيهم له يخبيهم اي مانا شنو يعمل لهم كا يشري له بهم باكو حفاظات ما يجيبوش ما يجيبوش ولا بالكعبه كان يعني يبيعوا بالكعبه ياخذ له بالكعبه طبعا لا فهذوما يعطيهم للدوله يعني يساهم بهم للدوله خير ما ياخوهم هو يعني زيد باش ياخوهم 7000 البيبي بلاش باش يعملوا له بيبي يعني بيبي هو في حد ذاته يعني ام وياه في الشهر ما قلش من 400 500 دينار مصروف يعني 5000 واحد بالمئة ولا في الشهر يعني سريع ينحوها خير ترجع للخزينه العامه مو 7000 خير تبرع للدوله معناها تبرع للدوله اخذ 7000 شان بها و 7000 شنو اللي باش تزيدوا 7000 7000 توا نتصور توا صغيرات مانيش نحكيو عن النيفو حتى غوتي معناها نتصور غوتي ساعات كي تطلع مع تاكسي ولا تحكي مع اي واحد يقول لك راه ولدي تكلف 10000 من الصباح للاذى الانسان العادي 10000 في النهار دونك نتصور 7000 نحن مشكلتنا في تحيين القوانين في تونس كو سوسوا هذا الكوتي سوسيال معناها التغطيه الاجتماعيه لازمها تصير المراجعه نتاعها على خاطر يا اما نحيها يا اما زيد فيها معناها ما فماش حل 7000 كانه شنو باش تعمل بالضبط ما نعرفش هذا رايي الشخصي ما تعمل حتى شيء معناها واحد يجيب 7000 راهو يمكن نحكيو على التريميستا ولا ما نعرفش ولا تتزيد ما نعرفش كيفاش 7000 بالضبط معناها 7 دينارات مش في بلاصتها كاريمون برشا ولا شويه برشا 7 دينارات للتونسي اللي تتزيد له يعني تزيد له بيبي تزيد له 7 دينارات برشا عليه جو بونس كي تعطيه انا دينار باهي برشا تعمل له حتى شيء شو تعمل له انسان اش باش نقول لك معيشه غاليه من المستحسن يولي ما يتزوجش واللي خمم ما يتزوجش واللي خمم ما يجيبش صغار الا ما تحسن وضعي صعيبه ياسر والغلاء اكثر ما تصور راك تشوف والموظف تحكي على الموظف ثم ناس اتعس من الموظف ثم ناس عمال باليوم ثم ناس عمال مقاهي وشفنا الكارثه اللي صارت وضعي صعيبه برشا المبلغ هذا ما عنده حتى قيمه بالعكس تشوف تو الغلاء المعيشه تشوف الاسواق تشوف شيء كويس حتى شيء ما يعملوا 7000 زعما 7000 وين يمشيوا؟ ما يعملوا شيء كارتة تليفون باش نسال عليها امي واخواتي وكاهو تعمل شيء ما تعمل شيء 7000 باك وحفاظات للبيبي زعما؟ ما يجيبوش تقريبا 19 ولا 18 باك ما يجيبوش بوتين نتاع حليب؟ لا زاده ما يجيبوش ما يجيبوش هاي 7000 شنو باكو بسكوي سايده زعما يمكن زوز هكا هاو ملي بدات البلاد ملي بدات البلاد راه ملي تكونت البلاد ملي هذه من نمزل الشؤون الاجتماعيه هي فهمتني هذا هو شغل من ولا من عهد بورقيبه هي مش حد تابع مثل اي كيس اخر تابع وزاره الشؤون الاجتماعيه من اول الدنيا ملي بدات هيك ما تغيرتش ما زادتش اي اما كان نحسبه مسيو 7 دينارات في الوقت الحالي شنو ينجم يشري بهم؟ بكري ما تعمل شيء هي بكري من اللي تعملت هكاك ما تزادتش من اول الدنيا هكاك مش تزيد اش باش تعمل هي تو اش باش تعمل؟ نورمالمون هي كيف تحسبت اول ما بدات اللي في بال ديما معناها بارابور هي تصير بالبروغرسيون فهمتني بروبورسيونيل مع السميك انت شوف السميك
من الوقت اللي بدا سميك لليوم اليومين هذا، فهمتني؟ هي شوف انت اسكو هي زادت ولا ما زادتش؟ ما تزيدش سميك في الفيزون تاع 450 كيكا. يجيب شباك وحفاظات مثلا للبيبي؟ لا ما يجيبش باك حفاظات، باك حفاظات انا عندي بيبي، باك حفاظات ب 12 دينار و 13 دينار هذا في الكاليتي موين معناها. حتى حليب من الفارماسي لا؟ قال حك حليب ب 25 دينار، وين باش نجيب له هذا؟ فضيحة هكا فضيحة. قانون قديم. قانون قديم والعباد اللي قاعدين يجدوا في القانون هذا هما بيدهم قدم، قعدوا قدم وربي يهديهم هكا. علاش ما تمش تحيينه؟ قانون يتماشى مع الوضعية الحالية مع القدرة الشرائية نتاع المواطن. ما نجموش، القدرة الشرائية نتاعنا تعبة برشا، وبلادنا في ماديا طايحة برشا، دونك ما ينجمش، ميزانيتنا ضعيفة ياسر احنا في تونس. ما ينجموش يكملوا كل شيء وما ينجموش، ما ينجموش يزيدونا زايد معناها. سبعة دينارات مقيدين منحة للمواطن للموظف هذيك. سبعة دينارات والله يضحك سبعة دينارات كنت تقول لي رخصة نظرك سبعة دينارات ما يعملوا شيء معناها تحكي فيها. ما يجيش حتى اشتر باكوكوش هذايا افكتيفمون معناها صغير راهو على الأقل 100,000 أنا نشوف 100,000 في الشهر لوجيك العمر معين مثلا يتولد صغير 100,000 في الشهر يوصل 3-4 سنين يقول لك سيء ما عادش يكمل حياته خاطر فما لي فاكسان فما الكوش كما كنت تحكي راهو يتكلف صغير بالكدا بالكدا ولهنا زاد هذاك علاش العباد توا تشوف فيها ما عادش تجيب برشا صغار خاطر عارفه روحها على شنو هي قادمه معناها هذا هو وراهو هذايا مشكل يقول لك ساعات يقول لك ما تجيبش الصغار من بعد راهو شكون باش يعمل كونتينيتي نتاعنا نحن معناها الشعوب المتقدمه اللي نحن قاعدين نسافروا لهم توا علاش ماشيين حاجتهم بالشباب خاطر الشباب ما عادش عندهم دونك نحن كان نحبوا راهو مشكله كبيره برشا دونك نحاولوا نشوفوا حل جذري للحكايه تهرم سكاني وي تهرم سكاني راهو باش يجي ونمشيوا له في تونس خاطر توا كي تشوف لي كوبل توا نحن قبل 4-5 صغار 3 صغار ما توا واحد زوز كيفاش لا كونتينيتي من بعد راهو هذاك الناس لسنة الله راهو هذاك من بعد باش يعمل كونتينيتي. بك حفاظات يا وصل برسك قريب باش يوصل 20,000 ولا قد تعطي فيه في 7,000 7,000 شو تعمل له 7,000؟ ما نجمش نشري بهم دبوز حليب. ما نجمش نشري بهم دبوز حليب، ما نجم يشري بهم حتى شيء. 7,000 ما يشري، انا نحسها يعني ما نعرفش اللي يعمل لي تيد لازم يعاودوا يعملوا تيد من جديد ويلزم ريفيزيون في كل شيء. وحكاية فارغة على خاطر في القصان وبرشا حاجات واللي شارج خاصة تو في تونس في الوقت اللي نعيشو فيه يعني شارج رهيب يعني 7,000 ما تعطيش خير. بيبي ما يجيبوا له حتى شيء حتى الحكة نتاع الحليب ما يجيبوا مظلي ما يجيبوهاش أنا عندي حسب تقريب ما يجيبوا له حتى شيء. الحليب تقريبا 25 دينار 25 والبكوش وحسب له قداش يستهلك في الشهر أنا مبلغ زهيد زهيد ما يعمل حتى شيء. عنده مصروف مال شنو بيبي؟ مصاريف مش مصروف ايش مش تعمل 7,000 انت في الشهر ايش مش تجيب باكوكوش ما تجيب لولدك فهمتني ايش مش نجيبك هذا هو ايش مش اكثر من هكا ايش مش نحكيو على عائلتي يقول لك انا مثلا شهريتي ما عادش تكفيني ما عادش نجم نصرف على صغار بالطبيعة ما عادش كافي ما عادش كافي ما عادش كافي الدنيا غلات معناها الغلاء يمشي مش معناها اون باراليل معناها تزيد تغلى الدنيا تغلى يزيد معها السالير لا بالعكس الدنيا تغلى والسالير معناها ما هو هو محسوب. جون كوبل ماغي معناها مراه وراجل زوز شهري وما ما يخلطوش باش يعيشوا معناها ما بين كري ما بين مستلزمات معناها الماكله والكل قضيه الدار قرايه الصغار سورتو توا برشا اللي قريوا صغارهم في البريفي والكل دونك القدرة الشرائية والشهرية ما يمشوش مع بعضهم عليها. ساعات نلقاو موظفين يقول لك كنت نعيش صافا لاباس من وقت اللي جاو الصغار كثر المصروف وما عادش نجم نعيش. أكيد إي على خاطر هو ديجا واحد بليش صغار ومش خالط بالشهرية اللي يخلص فيها توا كو دير بزوز صغار ولا حتى أن سول أنفون أني قلت لك مع متطلبات الحياة مع قراية الصغار مع لبستهم مع هاو جاعيد هاو أونتخي سكولير هاو سورتو التونسي معناها في كل شيء يحب يشارك حتى في نوفيلون أو نويل فهمت دونك ما عادش ينجم يخلط بالشهرية اللي يخو فيها. فما عائلات يقول لك أنا تو ما عادش قادر حتى على مصروف الصغار عندي زوج صغار حاير في مصروفهم. كلامه صحيح حاير في مصروفهم صحيح
هذايا ما نحكيوش على اللي باش يدخل المدرسه، تحكي عليهم انت معنا مازالوا صغار وفي الكوليج والزوجه ما تخدمش والراجل برك يخدم. قانون قديم برشا، علاش ما تمش تحيينه حسب رايك؟ والله المشكله مش مشكله قانون، يعني ماهيش مشكله قانون، مشكله فولونتي، يعني ما ثمش انسان هكا تكون عنده فولونتي يحب يبدل ويحب. القانون هو حبر على ورق، لازم انا القانون انا نقراها قرايه وانت تقراها قرايه وكل واحد التطبيق نتاعو سيرتنا. المشكله وين؟ احنا ما عندناش الفولونتي باش نصلحوا، كما قالت شرشر مهما يكون القانون ناجح او سيء المهم ان يطبق على الجميع بالمثل. احنا يعني في تونس القانون ماهوش، ثم عباد فافوريزي عندهم ديزافونتاج وبرشا حاجات، وثم عباد يعني طبق الكاد حاول تعمل 7000 فرانك وعادي وما يمشيش. المشكله مش مشكله قانون، المشكله مشكله الاشخاص اللي شادين المناصب وكل شيء ما همش يطبقوا في القانون كوم يلفو. لازم نعاودوا قانون جديد وكل شيء ويعطيك 6000 من 7000. القضيه ماهيش قضيه قانون، لازم تعمل قانون. انا عملنا دستور ونعاودوا دستور ودستور ودستور ما صار شيء. يعني برشا دول تو ناجحين في العالم ما عندهمش دستور، مشكله اشخاص. شوف انت برشا دول كيما سنغافوره واخرج لي كوانيو وخرج ما نعرفش دوله اخرى خرج اردوغان، شوف الدوله كيف صار ميزانيفو وتصلحت يعني الدوله هذه. المشكله هي مشكله اشخاص مش مشكله قانون. الناس بنحطوا قانون ويجي شخص ما يطبقوش خلاص القانون.